السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. اليوم رح نحكي عن موضوع الكروما، تمام؟ إنك كيف تعمل الكروما. هلأ أنا بصراحة كتير شفت فيديوهات، شفت طرق إنه ناس عم تعمل الكروما على برنامج مونتاج، وهذا برنامج يعني شفتها الطريقة إنه جيدة، وبس فيها شوية يعني فيها شوية هيك صعوبة، تمام؟ ففي ناس بتقلك انه انا ما عم بعرف كيف بدي احط كلمه الاشتراك، ما عم بعرف كيف بدي احط كلمه لايك، شعار اللايك، ما عم بعرف كيف بدي احط شعارات على الفيديو تبعي، تمام؟ فانا حابب اني اعرف مثلا كيف اني نزل هاي الشغلات هاي عندي، تمام؟ وبالاضافه في احد المشتركين عندي محترم جدا جدا طلب انه شرح عن الموضوع هذا، وانا هلا عم ساوي فيديو يعني بناء على طلبه للأخ، تمام؟ فهلأ رح نشرح اليوم كيف انكم تحسنوا تنزلوا أي شيء بدكم اياه تضيفوه على الفيديو وانتم عم تعملوا له مونتاج، تمام؟ يعني هي مثل ما بيقولوا كروما، بس هي على طريقة تانية، على طريقتي، تمام؟ فرح اشرح لكم هلأ الموضوع ونحكي بالفيديو خطوة بخطوة كيف تحسنوا تعملوا هاي الشغلات كلياتها، تمام؟ ما رح طول عليكم، لو سمحتوا يلي عم يشوف الفيديو جديد اشتركوا بالقناة واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن تستفاد من الناس أكثر وأكثر، تمام؟ يلا خلينا نبلش. هلا أول شغلة لازم تعملوها، لازم تنزلوا برنامج اسمه فلو. هذا البرنامج ليكو هيك شعاره بيجي هيك، فوتوا على سوق جوجل بلاي وبتحطوا كلمة فلو بتنزلوا هذا البرنامج، تمام؟ طبعا انا ما عم بعمل لا دعاية ولا بعرف مين صاحب البرنامج هذا ولا شيء، بس انا عم بشرح طريقة استخدامه، تمام؟ فبتفوتوا على هذا البرنامج، حفوت على البرنامج. بعد ما تنزلوه بيتنزل البرنامج عندكم، بتصير الامور كلها تمام، تمام؟ هلا رح اورجيكم كيف انتم بتحسنوا تعملوا وتنزلوا اي شعار بدكم اياه على الفيديو، تمام؟ بطريقة كتير سهلة وكتير حلوة وكتير ظريفة وما فيها صعوبة أبدا. على سبيل المثال بدنا ننزل فيديو. هلا نحن إذا بدنا ننزل فيديو، أنتم مثلا صورتوا فيديو وجاهز الفيديو على 24 وكله تمام، بدكم تنزلوه. فإذا كنت تنزلوا فيديو بتكبسوا على كلمة الزائد هون، تمام؟ بس تكبسوا على كلمة الزائد فوتكم على الاستديو بتحطوا الفيديو اللي بدكم اياه. هلا أنا في عندي فيديو مثلا هذا الفيديو اللي هون، رح افتح عليه لهذا الفيديو وورجيكم على اساس انه هذا الفيديو اللي انتم صورتوه بدكم تعملوا له مونتاج، فرح اورجيكم الطريقه على هذا الفيديو، تمام؟ نفتح على الفيديو، هي على عم يفتح عندي. طبعا انا هذا الفيديو هلا عامل له مونتاج وخالص وجاهز، تمام؟ بس انا رح اورجيكم هلا الفكره كيف انكم تحسنوا تضيفوا اي شيء بدكم اياه، تمام؟ طيب هلا مثلا احنا عندنا هذا الفيديو نزل، تمام؟ هذا الفيديو يلي نزل هون عندنا، تمام. هلا مثلا مثل ما كنتم شايفين عندي انا افترض هذا الفيديو، تمام؟ هلا انا بدي انزل عليه لنفترض شعار سبسكرايب، تمام؟ بكبس على هاي هيك كلمه اشتكى، تمام؟ اللي هو الرموز يعني، تمام؟ نكبس عليها. بعد ما نكبس عليها بنكبس على هاي الكلمه اللي فوق على اليسار، حط لكم سهم عليها، بيطلع لنا كل شيء شعارات موجودة هون. هلأ هون يلي عليهم قفل هدول بمصاري، تمام؟ هدول بمصاري، فكل شيء ما في عليه قفل هذا بإمكانكم تستخدمه، تمام؟ لحنا ما نفترض بدنا شعار السبسكرايب، تمام؟ شوفوا فيه كمان هون شغلات متحركة، شايفين؟ يعني برنامج كتير حلو بصراحة، أنا كل شغلي عليه، أنا بشتغل عليه لهذا البرنامج، كل برنامج كل شيء مونتاج عم بعمله على هذا. ننزل لتحت، نضل عم ننزل هيك لتلاقي انت الشعار يلي بيعجبك واللي بدك اياه، واي شيء انت مثلا هون بدك اياه بامكانك انه انت تنزله. نحن هلا حندور على كلمه سبسكرايب بتلاقيها هون موجوده، تمام؟ بس انا مشان اختصر بما اني انا منزلها عندي ليك محطوطه عندي فوق بالقوائم ليك كلمه سبسكرايب، في تنتين، في وحده وفي هي تنتين، رح اكبس على هي مثلا، شايفين طلعت لي هلا هي، بعطيه اشاره للصح هون هيك بيكون اخذها. هلا هون عم يقول لي انه انت المساحه من وين لوين بدك اياها تحطها، شايفين المساحه هي المساحه المحطوطه، مثلا انت بدك اياها تحطها من هون لهون مطرح المحطوط الابيض، ولا بدك تحطها اكثر؟ اذا بتحطها اكثر تمشي لقدام، انت بتحطها لوين ما بدك، بدك تمشي مثلا بدك اياها تحطها لهون، تمام؟
بس نوصل لهم نوصل لهم نقول له مثلا بدنا نحط عليك بس يت. شوفوا بكبس عليها، شوفوا شلون بتكبر. هلا اتفرجوا، اكبس على هاي شوفوا شلون بتكبر فوق، شايفين كبرت. هلا صارت من هي المسافه من هون لهون. بدي ارجع مثلا اصغرها، بدي ارجع انا اصغرها مثلا، بدي اياها من هون لهون بس للنص. بكبس على هاي اب يت لهون، يعني شوفوا هاي كبسه، بكبس عليها شوفوا شلون بيرجع. هلا بيرجع اعطاني انه من هون لهون، شايفين. فبصراحه البرنامج كتير حلو. المهم ما راح اضوقكم هلا، فهي اتفقنا هلا انه نزلنا الكلمه ونزلنا الموضوع هذا اللي بدناه، ماشي. اتفقنا على هذا الموضوع، خليني ارجع ارجعها انا خليها كبيره، تمام. هلا هي اتفقنا هون كلمه السبسكرايب، تمام. هلا بعد ما نزلناها انا بدي اياها مثلا هي الكلمه، شوف هلا راح اعطيها لها اوكي، بكبس عليها بتضل انه عم يكبس شغاله، عم يكبس، تمام. انا مثلا بدي اياها ما تكون هيك، بدي اياها انه تكون متحركه اكثر، تمام. برجع بكبس عليها هيك يطلع لي الاعدادات هون تحت، بكبس على هي الكلمه، شايفين ثلاث دوائر هيك مع بعضهم ليك، شوفوها بكبس عليها. بس اكبس عليها هون بيقول لي انه انت كيف بدك اياها تطلع وتبلش تطلع هي السبسكرايب، شو الطريقه. في عنا مثلا هي الطريقه، شوفوا بتطلع هيك، بتطلع من تحت لفوق، او في عنا هي الطريقه من فوق لتحت، تمام. هدول الثانيين مثل ما حكينا كل شيء عليه قفل بمصاري، تمام. عنا هون مثلا خلينا نختار مثلا هي انه بيجي من تحت لفوق، تمام. عنا هي اللي بالنص شوفوها اسمك الزمت، نكبس عليها. هون في كتير شعارات هون، شلون بدك اياها انت مثلا، شوفوا انه مثلا اول وحده هي بدك اياها تضل عم تروح وتجي هي، تمام. او مثلا تختار هون شيء بدك اياه مثلا من فوق لتحت، شوفوا ضل طالعه نازله، تمام. طبعا هي ما حدا بيختارها لانه مزعجه. في مثلا وحده هي مثلا، ها شايفين هي شغله مثلا، لنختار وحده انا مثلا خلينا نختار هي، هي تمام انه عم تميل يمين ويسار، شايفين السرعه تبعها، هي السرعه تبعها انه سريعه. انت بدك تبطئها تكبس على هدول، شايف هذا العداد بتروح بتزيح انت على اليسار، شوف شلون صارت بطيئه، صار على مهله. بدك اكثر تبطئها بتصير اكثر ابطا، شايفين بطيئه تروح يمين يسار. بدك تبطئها اكثر شيء بتلاقيها شوف صارت بطيئه كثير، عم تروح يمين ويسار، تمام. فنحن مثلا عجبتنا هي، اذا عجبتنا شو بنقول له؟ بنقول له فاتش انه اعتمدنا على هي، نكبس عليها. هلا شوفوا كيف تطلع، تفرجوا شايفين طلعت من تحت، وهلا شو عم تروح يمين ويسار متحركه، تمام. مثل ما قلت لكم هي بتغيروها من هون، بتفوتوا لهون انيموشن اسمها، بتختاروا هون اللي بدكم اياه، هي ولا هي. لنختار مثلا هي اللي بعدها انه بتيجي من فوق لتحت، تفرجوا هي راح اختارها. واذا بدك تغير السرعه مثل ما حكينا بتفوت على هي النصانيه جزمت اسمها، بتختار هون اللي بدك اياه. حنغير مثلا نحط وحده ثانيه لنفترض، تعالوا نجرب هي تجربه، انا بس عم اورجيكم تجربه، ها هي اللي عم تفتل مثلا، ضل عم تفتل، تمام. منبطئها هي مبطئه قد ما بدنا، هي صارت بطيئه، بنقول له اوكي وبنرجع. خلينا نشوف هلا كيف تطلع، شوفوا شايفين اجت من فوق لتحت وهي عم تفتل، تمام. هي خلصنا من هي الطريقه. لنفترض انه هي عجبتنا، بس انا ما راح اختار انه هي ضل عم تفتل، راح اختار واحده مشان ما يزغى نظرنا، هنختار هي مثلا، خليها هيك عم تطلع وتنزل، تمام. بعد ما انا اكون حددت له واخترت انا اللي بدي اياه، تمام، خلص انه بدي اياها انا من هون لهون، بقول له هون فاتح انه اوكي، تمام. هون بنكون خلصنا من اول نقطه اللي هي جبنا شعار سبسكرايب. طب انا ما بدي هي السبسكرايب بالانجليزي، انا بدي اياها بالعربي، تمام. كيف بدي اسوي؟ عفوا قبل ما اسوي بالعربي بتكبس عليها، طبعا هون انت بتصغرها بتكبرها قد ما بدك، تمام. بتحركها وين ما بدك، حطها هون، حطها على اليمين، حطها على اليسار، وين ما بدك بتحطها. رح نحطها هلا نحن مثلا على اليمين، تمام. قول له فيرتيش. هلا هون شوفوا شلون صارت عم تمشي نظامي، تمام. طيب طب يا محمد انا ما بدي هي، انا بدي اكتب كلمه الاشتراك بالعربي، كيف؟ كثير سهله، بنفوت على هي الكلمة اسمها تكست، بنكبس على كلمة تكست، بنكبس على هون على أول وحدة على اليسار،
تمام. وهي حنفوت مثلا على كلمة قناة منوعات تعليمية انا منزلها عندي، بنقول له هون اشارة الصح. انا عم بشرح شوي شوي مشان تستوعبوا، تمام، يعني انه يكون الشرح سهل وكونوا على ما يكون عم تشتغلوها، تمام. هلا نزلت انا عندي هي، تمام، نزلت عندي انا هي الكلمة مثلا كاتب هون قناة منوعات تعليمية، انا بدي اغيرها. هلا شو بساوي؟ بكبس هون على كلمة نفسها، بكبس عليها كبستين، شايفين كبستين عم طلع لي انه اكتب اللي بدك اياه. انا بمحيها هلا، راح اكتب كلمة الاشتراك، الاشتراك لنفترض في القناة، في القناة، تمام. عجبتني هي، تمام، كتبت الجملة اللي بدي اياها. انا بقول له هون اوكي، تمام. بدي غير اللون، انا هذا اللون ما له عاجبني، بدي غيره. بكبس على كلمة هون ليكا، هي كلمة تي ستيل ستايل، يعني بكبس عليها هي الالوان. هلا هون اول وحدة تكست فابة اللي هو الكتابة، يعني الكتابة هلا، تمام. فنكتب على كلمة التكست فابة هون، هي معناتها انه يغير لك لون. تفرجوا هلا انا هون محطوط، شوفوا شو اللون، رح نغيره اسود، شايفين صار اسود، ازرق ازرق، احمر احمر، اصفر، يعني بيغير لك اللون اللي بدك اياه. حنحطه اسود ازرق، شايفين هي مثلا حطيناها ازرق. بدي غير اللون تبع الاطار، انا الاطار شايفين الاطار هذا الاحمر، بدي غيره، بحط على هي الكلمه اللي قدامها اورميس، بكبس عليها، بحط له مثلا نغير اللون، حط له اسود، شايفين صار اسود، اخضر احمر، هذا الاطار، نغير اللون اللي بدنا اياه، يعني. تمام. بدي انا اخليه يكون اكثر فاقع اكثر، بزيح هون على اليمين، شايفين عم يكبر، شوف شلون شلون، شايفين، بدي انه لا رفعه اكثر مثلا، يصير رفيع الاطار، شايفين صار رفيع. هي بتحكم انا شلون ما بدي هون. هلا هون الهي اللي ورا عندنا هنتر جروند، الخلفيه، بكبس عليها. مثلا انا بدي اخلي ورا يكون لون اسود، بكبس بحط بيطلع لي لون اسود. بدي يكون ورا لون اخضر، بحط اخضر، ازرق، اي لون بدي اياه بنحط، تمام. ما بدي احط شيء، انا بدي اخليه مثل ما هو اساسي، بكبس على هي كلمه ستاندرد، انه يضله شفاف، تضله شفاف هيك، تمام. هذول التنتين الاخرانيات بصراحه ما كنت شغل فيهم كثير، ما لنا فيهم. شوفوا هي اللي بالنص، حاكبس عليها، هي في الوان، شوفوا كيف الوان مدموجه مع بعض، هي للتغيير لورا، او حتى مو بس اذا بدك تغير ورا، اذا بدك تغير مثلا إذا بدك تغير مثلا الألوان كمان، بنرجع بنكبس على الألوان هون، على ألوان الخط نفسه الأساسي، بنكبس عليها من الصانية، شوفوا بتغير هالألوان، شايفين؟ صار ألوان مشكلة. يعني أنتوا بتفوتوا هون بتلعبوا بالألوان كيف ما بدكم، ما راح أطول أنا، فأنتوا هون بتلعبوا بالألوان كيف ما بدكم، بتتحكموا شلون ما بدكم. هون في عندكم هي الموستر كمان حلوة، شوفوا الموستر في، شوفوا هي محلاها. شوفوا شايفين؟ هي. يعني شو بدكم أنتوا موجود هون، تمام؟ فنحن هلا رح نرجع من الموضوع هذا، نطلع من الموضوع هذا، بنقول له هون خليه ستاندر مثل ما اتفقنا، وبنقول له هون اوكي، تمام. بعد ما اخترنا هدول الامور كلياتها، حطينا كلمه اشتراك وغيرنا الالوان مثل ما بدنا وعلى 24. هلا انا بدي اياها مثلا تكون متحركه مثل ما حكينا، بنكبس على هي انيموشن، بنفوت عليها، بنحط مثلا نحن بدنا اياها تبلش بدايتها تفوت مثلا هيك من النص لفوق، تمام. هلا حورجيكم. وبدي اياها مثلا انا تضلنا عم تتحرك مثلا يمين ويسار مثل ما انا حاطها مثلا، او ما بدي اياها يمين ويسار هيك، خليها مثلا هيك، تمام. شايفين هلا هيك حاطين لكم عرض. انا بدي اياها مثلا تكون بطيئه ما تكون سريعه، ببطئها من هون كيف ما انا بدي، بعطيه اخر شيء هون فيرتيك انه تمام، تمام. ومثل ما حكينا هون انت بتحدد له بدك اياها انت تبلش من هون، تمام، بدك اياها مثلا تكون لهون، بنقرب لهون، بنكبس له هي مثل ما حكينا بس يت، هلا صارت من هون لهون، بعدين بنعطيه كلمة هون فيرتج انه تمام، تمام، وبقول له هون فيرتج هون. هلا شوفوا 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 كيف رح يصير، شايفين؟ فاتوا مع بعضهم، هي متحركة وهي متحركة كيف ما انا بدي مساوية من هون لهون، تمام. رح اكبس هلا هون عليها للكلمة ارجع، بدي صغرها، صغرها، كبرها كيف ما بدي، كمان مثل ما حكينا بتاخذها على اليمين على اليسار كيف ما بدك بتحطها. لنفترض مثلا هون، طبعا انا عم بعمل هذا التصميم هيك يعني سريع، تمام، بس انه مشان الشرح. طيب يا ابو حميد انا بدي انزل شعار،
انا عامل شعار لقناتي تمام، وهذا الشعار انا بدي نزله عندي هون على الفيديو. كيف بدي نزله؟ انا ما بدي هاي الشعارات كلها اللي عم تقلي عليها. مثلا يعني بعطيكم مثال تمام، لعيونك بامكانك تنزل الشعار اللي انت بتكون عامله، طبعا عامل شعار ومصممه على الفوتوشوب ومزبطه على 24 وجاهز الشعار عندك بس لينحط الفيديو تمام. شو بتساوي يا معلم او شو بتساوي يا غالية؟ بتكبسه على هاي الكبسة اللي هي PEP، ليك هاشركن عليها، بنكبس عليها تمام. بس كبسنا عليها شو بيقلنا؟ بيقلبنا على هاي الصور. هون مكتوب عنا كلمة build، هاي معناتها كلمة build انه انا اذا بدي نزل صورة عندي عاملها بالاستديو ولا بملفات من جهازي بامكان اني نزلها تمام. شو بنساوي يا غوالي؟ بنكبس على صورة البيلد، بيطلع لي كل شيء صور موجودة عندي انا على الاستديو تمام. طيب شو بدي ساوي مثلا؟ هلا انا نفترض هاخذ هاي الصورة، اتفقنا اخذنا الصورة، انا نفترض هاي الشعار اللي انا بدي زبطه وحطه على كيفي بالفيديو تمام. ليكو نزل عندي الشعار، هاي الشعار بحط وين ما بدي الشعار، يمين يسار فوق تحت، وين ما بدنا بنحط الشعار تمام يا غوالي. يعني انتو اذا عندكم شعار بيتنزل الشعار، وكمان نفس الشيء بتفوتوا لهم بتعملوا له تحريك، بتخلوه حركة، بتخلوه يضل متحرك، بتخلوه مثلا ثابت، بتخلوه عم يروح يمين يسار، يعني كيف ما بدكم انتو بتزبطوا الشعار وبتحطوه على الفيديو تمام يا غوالي. طيب طب يا محمد انا بدي احط كلمه، بدي احط شعار الجرس لعيونك، ها بتفوت لهون على كلمه اشتكى، تكبس على هون وهي جر، طبعا زر الجرس بتنزل انت بتدور عليه هون، انا هلو طالع عندي هون لان انا منزلهم عندي تمام. تكبس عليه ليكو زر الجرس، هي ليكو طلع عندك هون، بتحط زر الجرس وين ما بدك، بتقول له اوكي. كمان مثل ما حكينا هون بتتحكم انت بكل شيء بدك اياه، بتفوت لهون بتغير له كيف بدك اياه تطلع، كيف بدك اياه تضل متحرك تمام. حكينا على الموضوع هذا خلصنا منه، انت بتحط له من وين لوين، حط له مثلا بدي اياه من هون لهون تمام. هاتوا الجرس مثلا، نحطه هون. طبعا هلا بيكون في شغله بيكون اياها مهمه تمام. هلا هي انا حطيته هون شايفين، نحط مع الشعار هون، هلا شوفوا كيف بيطلعوا كلهم مع بعضهم تمام. هاي صار عنا احلى كروما تمام يا جماعة، متحركة، تكتبوا كيف ما بدكم شو ما بدكم، وما في اي صعوبة، ما في اي مشاكل. في شغلة رح اقولكم عليها، مثلا هلا هاي الخلفية اللي وراء تبع الفيديو مثلا كبست عليها انا زحتها بالغلط لهون، بدي ارجع لتزبطها. لا شايفين هذا السهم، بتكبسوا على هذا السهم كبسة واحدة برجعكم الخطوة اللي انتو عملتوها بالغلط. هاي كبسنا رجع لي اياها مثل ما كان تمام، يعني برجع الخطوة لورا انت شو خربطت. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب في شغلة اخيرة رح قلكم عليها اللي هي هاي عند كلمة الستايل، كبس على كلمة انا مثلا في كلمة اسمها هون ديك كرافت، يعني انه انه يكون ظاهر كتير الكلام ولا بدك اياه شفاف، نكبس عليها. إذا بدك يا شفاف شوفوا كيف هلا بصير، شايفين أنت بتحطه كيف ما بدك، يعني بتخليه إنه ظاهر شفاف شوي كيف ما بدك بتساوي. اتفقنا؟ اتفقنا. هاي بالنسبة لهذا الموضوع. هلا بالنسبة لموضوع البرنامج، أنا ما رح أشرحكم على البرنامج لأنه البرنامج أنا عامل عنه فيديو خصوصي كيف إنك تستعمله، كيف إنك تستخدم البرنامج. برنامج رائع بصراحة، وبرجع بقولكم أنا ما عم بعمل دعاية للبرنامج، ولا بعرفه للزلمه ولا بيعرفني، بس برنامج أنا بصراحة حبيته ومرتاح عليه كتير وعم يخدمني بصراحة وعم يمشي لي كل الأمور اللي أنا بدي إياها إن شاء الله تمام. فهلا نحن بنقول له هون أوكي، وهي هون أوكي، شوفوا كيف صار الموضوع عنا، ها شايفين هاي طلعت الكروما اللي بدي إياها أنا مثلا من هون لهون حطيت اللي بدي إياها. وبتضيف أي شيء بدك إياها بالكلمات هون، فوت أنت بتضيف اللي بدك إياها، فرجوا هاي الكلمات شايفين في كتير أشكال تكتب، انت بتحط التكست اللي بدك اياه وبتكتب اللي بدك اياه. بالنسبة للانيموشن شوفوا فرجوا في كتير شغلات، يعني بتنزل هون بتنزل لتحت تحت تحت، شوف ها شايفين هاي كلمة لك السبسكرايب، هاي كلمة لايك قدامها، هاي شعار اللايك، هاي الجرس،
يعني في كتير شغلات برنامج كتير حلو، انا بنصح فيه. يلي ما بيعرف هالبرنامج وما عنده فكرة عنه، بامكانك تفوت لعندي على القناة، رح احط لكم الرابط بالوصف، كمان فوتوا على الوصف بتلاقوا الرابط تبع تعليم وشرح استخدام الفيديو هاد بطريقة استخدامه بكل شيء، تمام؟ وان شاء الله رح تستفادوا منه البرنامج كتير كتير. ان شاء الله اكون فدتكم بالموضوع، وان شاء الله تكون قدمت لكم الفكرة اللي بدكم اياها بالنسبة لموضوع الكروما. هلا هي كروما بس على طريقة مثل تكون، هلا هي كتير فيديوهات شفت انا تانية عم يحكوا طرق تانية، الله يجزيهم خير، كمان طرق جيدة، بس انا هي طريقة، يعني انا هيك بس بشتغل على هذا الموضوع، تمام؟ هذا الفيديو كان تبعي لليوم، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملونا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن، ولا تنسوا تدعمونا، يعني الدعم حلو، دعمونا، تمام؟ بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله.